هي ورشة عمل حول دور المرأة في المصالحة نظمتها مبادرة المرأة في شبكة صنع السلام ليبيا في دار الزاوية للكتاب لمدة يومين، والهدف بناء شبكة من النساء الليبيات لكون لهن دور بارز في صنع السلام والمصالحة. الهدف من هذه الورشة اللي هو بناء القدرات لصناعة السلام وبناء شبكة من النساء على من المنطقة الغربية، والتأكيد على دور المهم بالنسبة للمرأة في برنامج المصالحة، لأن هذا الدور مهم جدا، وهو الآن يتحتم على كل النساء التكاتف في جهودهم من أجل انتشال هذا الوطن من الوحل إلى الأمن والأمان. سيدات من الساحل الغربي من مدن الزاوية وصرمان وصبراتة والعجلات تكاتفنا من أجل بلورة الرؤى وإبراز صوتهن في قضايا الوطن. هذه الورشة تقام لمدة يومين، نتمنى أن يكون العدد أكبر من السيدات على مختلف المجال. دورنا في المصالحة هو دور مهم جدا، نتمنى أن المرأة تثبت القدرة الذاتية لنفسها وللمجتمع، وأنها تكون مرأة قيادية داخل المجتمع. ولذلك نحب أن ندعي السيدات على مستوى ليبيا أنها تكون تثبت قدرتها ووجودها، وتحاول أن تقوم بمصالحة داخل المجتمع. وراء كل رجل عظيم امرأة، ما خاب ما قال ذلك فهي شريكة الرجل ونصف المجتمع، ولذلك يردنا المساهمة في بناء مستقبل ليبيا وتحقيق العدالة الاجتماعية وانتشال الوطن من الصراع والحروب إلى الأمل والسلام.